مديرية الشؤون العقارية يلي هي من أقدم الإدارات بلبنان عم بتحاول تحارب الفساد وتسترد ثقة المواطن. مع الفورة العقارية يلي شهدها لبنان بالسنوات الأخيرة، ازداد حجم الفساد بالدوائر العقارية، خصوصاً بغياب نظام تسعير محدد لتخميل العقارات وتفشي المخالفات بظل عدم تفعيل قانون العقوبات. ورشة عمل نظمها معهد باسل فليحان لتحسين المعاملات ولمعالجة الفساد بالشؤون العقارية. اليوم عم نحضر دفتر شروط للشركات اللي بدها تقوم بعمليات التحديد والتحرير بشكل تكون العملية على مش على حساب المواطن، على حساب الدولة. وهالأعمال التحديد والتحرير هي كمان بتدخل إيرادات إضافية للدولة من خلال تنشيط الحركة العقارية، غيرها من الحلول. اليوم نحن عم ندخل المكننة بكافة أشكالها بشكل نقدر نسهل خدمة المواطن، نقدر نوصل له خدمته بشكل أسرع بشكل أفضل، ونكون على تماس مباشر معه. بدورة وزارة المال رح تلاحق قضائياً كل من اعتدى على المشاعات وأملاك الدولة العامة والخاصة بكل المناطق. سنمارس فعل الادعاء الشخصي بصفتنا كوزيراً للمال على كل من أقدم على مثل هذا الفعل وهذا العمل دون تغطية لأحد على الإطلاق. وبالأرقام سنتحدث في الأسبوع المقبل عن كيف كانت الأمور وكيف حصلت وإلى أين وصلنا. ودعا الوزير كل من عنده معلومة عن تصرف في أملاك الدولة ومشاعاتها أنه يقدمها لمديرية الشؤون العقارية أو لمكتب وزير المال. أعلنت نوكيا طرح كمبيوتر لوحي N1 بنظام أندرويد، وهذا بعد 6 أشهر ببيع نشاط الهاتف المحمول لمايكروسوفت. مقرر طرح N1 بالصين بالربع الأول من العام المقبل ب $250 ومن ثم بالأسواق الأخرى.